الدرس ده ان شاء الله هنتكلم عن اساسيات الموديلنج بالنيرفس. النيرفس طبعا عشان ابتدي اوصل للاوامر بتاعته زي ما اتفقنا، هروح للمنيو سيتس وهقول سيرفيس. كده انا عندي التلات قوائم اللي فيهم كل ادوات النيرفس اللي ممكن احتاجها وانا شغال بيه. نتكلم كده شوية عن شوية أساسيات النيربس يا جماعة. في مياه ممكن، أو عموما النيربس يعني مش في مياه بس، بتكريت، ممكن تكريت من خلال كيرفات، يعني كيرفات تحولها لأسطح. فبما إن هي في كيرفات بتتحول لأسطح، وهو أصلا كمان في أسطح جاهزة زي مثلا السفيرز والحاجات دي، فهو عامل لك تلات قوائم رئيسيين. هنتفق مع بعض اتفاق بقى. لو انت عندك كيرف، والكيرف ده انت هتشتغل عليه عشان تقطع منه وتزود منه، تعمل فيه اي تعديلات، يبقى على طول بديهي كده تروح من عند القائمة edit curves، تشوف انت عايز تعمل ايه، ايه اللي نفسك فيه طالما انت هتشتغل على كيرف. لو هتشتغل على سطح جاهز، انا كنت عملت ريسيت للمية عندي، ف من بعد مية سبعة بقينا بنكريت زي ماكس كده بكليك ودراج. فبصراحة ما بحبش الطريقة دي، ف عشان اخليه اول ما يعني ادوس على الاوبجكت تيم عندي في الاوريجن هنا على طول، بتروح اندر كرييت نيربس بريميتيف وبتشيل انتر اكتيف كرييشن من النيربس وكمان من البولون كده. لما اجي كاريت اي حاجة تنزل لي على طول في الاوريجن. فالمهم كنت بقول ان لو هتشتغل على سطح، هتعدل على سطح من اي من سطوح النيربس، يبقى على طول الامر هتلاقيه ان شاء الله اندر ايديت نيربس. تمام، يبقى على طول ما تحاول ما تفكرش كتير، روح هنا وابتدي دور انت عايز تعمل ايه. الامر التالت، سيرفيس، لما يكون عندك كيرف او مجموعة كيرفات، هتحول الكيرف ده لسطح، كيرف هيتحول لسطح، يبقى اندر سيرفيس وتشوف انت هتعمل ايه. تمام، دي كده القاعدة الاولى اللي تبقى في دماغك وانت بتتعامل مع نيرفس. احنا نتعرف شوية كده على بعض ادوات النيربس. مثلا نبتدي بأوامر، شوية أوامر خفيفة كده. مثلا نشوف أمر زي ريفولف ده. أمر ريفولف ده بيشابه جدا أمر ليس في قائمة الموديفاير اللي في ماكس. عندك مثلا تجيب أي نوع من أنواع الكيرفات بتاعتك، مثلا حاجة زي اي بي كيرف تول أو سي بي كيرف تول، مش تفرق. ممكن مثلا اجي ابص مثلا من السايد فيو عندي وابتدي ارسم مقطع لشكل زي كاس. فمثلا كأني يعني هجيب كاس وابص عليه من الجنب، فهشوف ايه؟ هشوف مثلا ادي جسم الكاس، وادي ايده مثلا، وادي القاعدة بتاعته. شيفت عشان امشي بخط مستقيم، هاجي هنا وهقف هنا بس، هسناب تو جريد واجي عشان اقفل الكيرف بتاعي على الاوريجن بالظبط، على خط الاوريجن بالظبط. فدوست اكس ودوست اخر سي في هاي، نزلتها على الجريد وهدوس انتر. ابتدي مثلا اعدل في الشيب بتاعي ده، ادخل على الكومبوننت، ابتدي اظبط اموديفاي شكل الكيرف بتاعي من السيفيهات بتاعته مثلا. يعني مش مهتم اوي بشكل الكاس ان هو يطلع حاجة يعني بيرفكت. ارجع تاني لأوبجكت مود، اصبح عندي ده مقطع لكاس. امر ريفولف لو انا دوست عليه، قبل ما هدوس عليه هفتح الاوبشن بوكس اشوف هو بيتكلم بيقول ايه. هنلاقي من ضمن الحاجات الأساسية عندي بيقول لي أنت عايز تعمل الريفولف بتاعك. الريفولف ده هيعمل تدوير، يعني هيبتدي من هنا
السطح يبتدي من هنا يلف حوالين البيفت بوينت لغاية ما يوصل هنا تاني يقفل لي شكل الكيس. فيبقى انا كده عايز الف حوالين مين؟ حوالين الواي. تمام، اشوف هو باي ديفولت قايل لي واي، اجاوب اقول ابلاي، لقيت طلع لي شكل الكاس بالمنظر ده. طيب لو انا كنت قلت له هدوس زد، لو انا كنت قلت له اكس، يبقى هيلف حوالين مين؟ يبقى هيلف كده، هيطلع لي طبعا شكل مش مظبوط خالص، شكل هلامي يعني بالمنظر ده. ليه؟ لان هو خد المنظر ده المقطع ده ولف مروحة كده حوالين مين؟ حوالين الاكس. كذلك هيطلع برضه شكل ملوش اي لازمة برضه لو عملنا زد، او يعني الى حد ما. تمام، نقول زد ونقول ان انا مثلا عايز اشتغل على الواي. طيب ادي كده امر ريفولف. ايه اللي ممكن تفيدني بيه بقى البيفت دلوقتي؟ مركز الريفولف كان البيفت بوينت. لو انا دوست دي ونقلت مثلا، دوست دي وفي ايه، ونقلت البيفت مثلا حطيته هنا، يبقى ال الريفولف هيلف حوالين مين؟ حوالين المنطقة دي. يعني هيعمل لي كده شكل قريب من ايه؟ لو جينا نتخيل قبل ما نرسمه، هيعمل لي حاجة كده عاملة زي لمبة الجهاز مثلا. تمام، نرجع تاني نخليه بالشكل ده ونقول ريفولف. اتفقنا قبل كده يا جماعة ان كل حاجة بتعملها في مياه بتنزل لك في الهيستوري. انا دلوقتي السطح ده اول حاجة انا اجراء انا عملته كان امر ريفولف. طالما انا لسه ما مسحتش الهيستوري، يبقى انا اقدر ان انا لو جيت شايفين دلوقتي يا جماعة الحالة اللي انا فيها، بحاول ان انا امسك الكيرف، فبلاقي نفسي بمسك السطح عادي جدا، او هقفل السيرفيس وبراحتي خلاص امسك الكيرف ومنساش تاني افتح السيرفس. طالما الهيستوري مازال موجود، اقدر ان انا اغير في شكل الكاس من الكيرف نفسه. يعني لو دخلت على الكومبوننت بتاعه وبدأت مثلا اخد نقطة نقطة، لاحظ ان انا بقدر ان انا اغير في شكل الكاس من الكيرفات. يعني مش محتاج حتى لسه ان انا ايه اعدل في الشيب نفسه بتاع الكاس، لا ده انا ممكن جدا بالكيرفات، ما زال الكيرف لسه موجودة، اقدر ان انا اغير في الشكل بتاعي. ودي من ضمن المميزات القوية جدا في مايا، وهي الموضوع الهيستوري ده. مثلا تفضل طيب زي ما انت عايز براحتك خالص، معاك الصبح مايا ما بيقولش لا. مثلا مش عايزين نطول الفيديوهات في حاجة خلاص مفهومة. اللذيذ بقى ان انت جيت تمسك خلصت الموديل بتاعك بتاع الكاس، وجيت حبيت ان انت تمسكه وتنقله تحطه في مكان تاني، احيانا بيعمل لك الموضوع ده ايه، وتلاقي الشكل انبعج عندك. فانت لازم بتحتاج في الحالة دي بعد ما تخلص خالص الشكل بتاعك، بتحتاج ان انت تمسح الهيستوري عشان تقدر تنقل الكيرف بتاعك ببساطة. يعني انا حاسس ان هو اتقلان قوي معايا، يعني تحس انه مش هين عليه ان هو يمشي ويسيب المنطقة اللي هو اتكبت فيها. فلازم هنا ساعتها بعد بس تكون مطمئن تماما ان انت خلاص رضيت عن الشكل بتاعك، تقول له edit delete by type history evolve. راح ده معناه ايه؟ معناه لو مسكت الكيرف دلوقتي وحبيت اعمل الحاجات اللي كنت بعملها من شوية، انتهى الموضوع، مسحت الهيستوري بتاعك. تمام، ده بالنسبة لأمر ريفولف. بتعمل بيه طبعا حاجات كتير، قيس على ذلك بقى يعني أي حاجة واخدة شكل دائري كده، يعني أمر في منتهى القوة في مياه. يعني عندك أمر تاني زي أمر لوفت. أنا طالما يا جماعة ماسك القيمة دي، بقى أنا بتكلم على أكيوفات أحولها لأسطح. أمر لوفت ده مثلا لو جينا مثلا أندر نيربس بريمتيف، عندك حاجة اسمها سيركل كيرف كده، سيركل مثلا. لو انت حبيت تعمل شكل اسطواني، تعال نتعرف في الاول عليه، هاخد كنترول دي ياخد من النسخة. لو جيت علمت على تحت شيفت اللي فوقيه وجيت اندر نيبس وقلت لوفت، تلاقي يطلع لك
الشكل الاسطواني بالمنظر ده. وما زلنا معانا موضوع الهيستوري لسه موجود، تمام. تقدر ان انت تاخد دوبليكيت تاني من الكيرف ده، ده وده. لو دوست جي من الكيبورد يا جماعة بعمل ريبيت لآخر أمر، آخر أمر أنا كنت عامله كان ريفولف، فأنا دوست جي و عملت ريبيت لأمر ريفولف، كنترول دي وانسخ ده، اعمل كده. ممكن انزل تحت ده اخد الكيرف ده، مضايقني الموضوع، عملية السيلكشن مضايقاني، اقفل السيلكشن على طول، محاولش عارفة وانشن يعني كده، واقوم قايل جي. فانت ما زلت عندك ده امر يعني لوفت في ابسط صور، يعني تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا يعني. يعني ممكن نبقى نعمل نشوف الموضوع بطريقة اكتر تقدما، بس عايزين نتعرف يعني مع بعض على الاوامر. امر زي بلانر ده هبقى اشرح لكم في تطبيق اصلا عموما هنعمل شكل كده زي صندوق، ونبقى نستخدم امر بلانر ولوفت مع بعض ان شاء الله. بس عاجبني انا امر اكستبوت ده ان انا اشرحه، عشان عايز اتكلم على شويه حاجات خاصه بيه. امر اكستبوت ده لو انت عندك مثلا حاجه زي سيركل، وعندك جيت كده من الجنب هنا وجيت وقفت كده وجبت كيرف وبدات ترسم شكل مثلا بالمنظر ده، انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تعمل زي هوز كده، انبوبة بشكل الكيرف ده، حاجة كده زي خرطوم مثلا بالمنظر ده. لو جيت مسكت الكيرف ده شيفت الباس ده او الكيرف اللي انت بنيته، تروح اندر اكسترود، تعالوا نفتح الاوبشن بوكس. لو جينا نقول ابلاي هتشوف كلوز، هتشوف الـ الشكل بتاعك بقى بالمنظر ده. وطالما لسه معاك هيستوري تقدر ان انت تسكن الهوز وترفعها. بس انا بحب دايما في امر اكسترود ده، افترض مثلا انا دلوقتي حاطط السيركل هنا، فانت تعالى مثلا نجيب السيركل ونحطها بالمنظر ده كده كده، ده شيفت ده، ونقول سيرفيس اكسترود. الدنيا خربت تماما. عشان تتجنب ان انت لازم تكون جايب السيركل ومنشنها قوي في النص زي ما كنت انا عامل، يعني زي الوضع القديم ده، لو انت حاطط السيركل دي في اي مكان في السين واخده اي اتجاهات بالمنظر ده، حتى كده وهنا بتعلم دايما على الدايره شيفت الباس اللي هتمشي عليه. افتح اكسترود وعلم على الاربعه دول مع بعض، تمام. دول يبقى الأربعة دول معمولين مع بعض، تقول له اكسترود. ساعتها بقى مش هتفرق انت حاطط السيركل فين، وما زال عندك، وهتلاقيه ماشي مع الباس بالظبط، لان انت من ضمن الأوامر الأربعة دول ان انت قايل له يبقى ماشي ات باس وماشي، والبيفت ماشية على الكومبوننت بتاعة الكيرف. فهتلاقي حتى الموضوع أكثر واقعية. أمر في منتهى الجمال الأمر اكسترود، تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا. لكن الحاجة السبيشال فيه اللي أنا عايز أشرحها، نرجع كده كام ستيب ورا. همسك السيركل شيفت الباس وهروح لإكسترود، والمرة دي عندي هنا حاجة اسمها بارشل. بارشل ده أمر في منتهى القوة، هيستخدم كتير جدا يعني في الانيميشن. فلو انا قلت ان انا عايز اعمل اكسترود ده مع اللي هي النوع اللي اسمه بارشل، لو قلت له اكسترود، هو اكسترود عادي جدا، مفيش فيه تغير في الشكل. لكن اللذيذ فيه ان انت في الهيستوري بتاعك لو جيت تقول له، هتلاقي في عندك امر مع الاكسترود نازل اسمه سب كيرف. لو جيت فتحت سب كيرف فين، سوري، لو جيت فتحت سب كيرف هتلاقي عندك حاجة اسمها مين فاليو وماكس فاليو.
هو مش هنا بالظبط، مش هو ده اللي انا عايز اقوله. ثواني، شفت ده نابس سكست بود وبارشل، مالك في ايه نكست بود؟ مش عارف ليه سب كيرف 2 ما كانش ظاهر. المهم يعني ان سب كيرف 1 طلع ان هو عامل لك السويب، تقدر تعمله انيميشن بس شرط انت مدلتش الهيست، وبعدين يعني عشان هتعتمد عليه في انيميشن. شايفين ماكس فاليو ومينيمو فاليو، بس مش هو ده القضية قوي، او مش هو ده اللذيذ قوي، انما كيرف 2 هو القوي. سب كيرف 2 مينيمم فاليو، تلاقي ان الكيرف ده بيتناقص وبيمشي، تقدر تعمل بيه تريكس كتير جدا في مايا، للي بيعرف يوصل مايا كله مرتبط ببعضه، وتقدر ان انت تعمل بالمنظر ده، ده يبقى بعد كده حاجة زي اسمها سوفت بادي، يعني حاجات مايا مرتبط ببعضه بشكل فظيع. والنيربس تحديدا بيبقى جواه كمية لعب، بيعمل تريكس حلو قوي مع الانيميشن. الشاطر بقى هو اللي ايه دماغه تجيب يعني، ويقدر يتعامل. هو كانت غلطتي على فكرة، كنت لما كنت ماسك الكيرف سب كيرف 2 ما كانش موجود، هو انا بمسك المجسم نفسه عشان اشوف سب كيرف 2، يعني هو كان صح، انا اللي كنت غلط. تمام، ده بالنسبة لإكستفود. ممكن نقول كمان حاجة كده على سبيل، مثلا انت عندك دلوقتي كيرف بالشكل ده، كريت اي بي كيرف، مثلا عايز تعمل حاجب، حاجب بني ادم موديلنج يعني. انت مثلا نقول هولد في، عايز اقفل، عايز اقفل النقطة الأخيرة هنا، فهولد في او هولد سي وانشن هنا واعمل كده انت. مثلا لو افترضنا ان ده حاجب يعني على السريع، يعني عندك امر وانت عايز ان انت يعني رسمته كده وعايز تقفله تخليه سطح، اندر سيرفس عندك امر جميل اوي اسمه بيفل بلس. لو دوست عليه تلاحظ ان طلع لك حاجة بالشكل ده. طبعا دي تنفع على فكرة في زخارف، وتنفع في حاجات كتير جدا برضو استخدمتها لا حصر لها يعني. بيفل بلس، ممكن نتكلم كمان يعني في كمان لما تيجي تكون عايز تعمل، لو قلنا مثلا نرجع تاني سريعا نعمل شكل كده زي الكاس ده، خد النظر وجيت قلت له امر ريفولف، انت ممكن ان انت كمان تتحكم يعني. انا قلت له ابلاي دلوقتي، شايفين عدد الخطوط بالمنظر ده مثلا، فانت ممكن كله تقول له كمان تتحكم، تقول له لا انا عايز الخطوط تبقى مثلا السيجمنتس بدل ما هو 8 يبقى مثلا 20، تبتدي تتحكم في يعني في الاوبشن بوكس بتاعه، تقول له مثلا ايفولف بقى بالشكل ده. طب غيرت رأيك، ممكن جدا ما دام ايفولف لسه موجود تدخل تغير القيمة بتاعتك انتراكتيف من جوه الهيستوري، ممكن تلاقي عندك حاجة زي كيوبك ده تخليه لينير، يبقى شكل حاد. يعني انا بحاول ان انا يعني اوجه التفكير، انت ممكن تبقى دايما ان انا عايز اقوله ان انت عندك اوبشن بوكس افتحه استكشف اللي جواه. يعني مثلا من ضمن الحاجات ان انا ممكن اصلا اخلي الايفولف ده يخرج لي بوليجون على طول مش نيربس، مع ان ده امر من اوامر النيربس، بس انا بقوله لا خرجه لي بوليجون بالمنظر ده، ولما قلت له بوليجون فتحت لي حاجات خاصة بالبوليجون. تمام، يعني مثلا دلوقتي هو هيكريت لي ابلاي، طلع لك الفيسز بشكل تريانجل مثلثات، انا ادوس زد واقول له لا انا ما بحبهاش تريانجل بحبها كوادس، اقول له ابلاي، طلع لك مثلا بالمنظر ده، ده بوليجون، مع ان الامر والكيرف كله من الاساس نيربس، بس انت طلع لك بوليجون. فاللي انا عايز اقوله دايما قبل ما تشتغل افتح وشوف، هتلاقي دايما في هنا عالم الاسرار، يعني زي بالظبط ما اتكلمنا كده في اكسترود ولقينا حاجه بسيطه زي بارشل ادتني في الهيستوري قوه من يعني قوه بتستخدم حلو جدا مع في الانيميشن وفي تريكس كتير جدا.
اتمنى تكون المقدمة دي، وهنكمل ان شاء الله. لسه رحلتنا مع النابلس دي مقدمة بس سريعة كده. سلام عليكم.